عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كده يديني أحلى متتابعين، لاباس عليكم بخير مزيان، كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة. فيديو جديد في القناة، سمحوا لي، عارفة راسي غبرت، عارفة راسي بلا ما تقول لي في التعليق عارفة راسي غبرت عليكم. تقريبا راه أكثر من 20 يوم دابا ما حطيت لكم حتى شي فيديو، غير مع الأشغال والوقت مزيرة شي شوية. كنشوفوا مع الأثمنة هادشي اللي ولا غادي وكيتزاد، كنحاولوا نشوفوا شي حل اللي يرضي الجميع. الحمد لله ديما ان شاء الله غادي يكونوا تخفيضات، ديما غادي يكونوا أثمنة جد مناسبة، ديما غادي يكون داكشي اللي حب خاطركم واللي كتبغيو حتى نتوما. الأثمنة انطرقوا بعدا اول حاجة لهاد الأثمنة هادو اللي كلشي بدا كيتزاد. الأثمنة البنات راه ماشي من الشركة، ماشي من ماشي من شركة ديال لطافة، ماشي من شركة ديال أرض الزعفران، ماشي من شركة اللي يعني اللي معنيين بالأمر. زيادة في الأثمنة كاين عندنا هنا يا اختي في المغرب، كاين هنايا في المغرب السلعه اللي الا تزادت السلعه، وهذا الشيء بالخصوص هذا الشيء كله راه تزاد. تقريبا انا اللي تزاد عليا تقريبا كل حبه تقريبا من 10 دراهم حتى ل 15 درهم في البياسه، ولكن راه كيف ما وعدتكم غنبقى ندير لكم اثمنه زوينه يكونوا هانيين. غير هو الاثمنه اللي تزادوا حاليا الاثمنه من الديوانه، تزادوا الاثمنه بزاف، طلعوا داكشي علاش غادي تولي السلعه غادي تطلع حتى هي في الثمن، وغيوليو الاثمنه غايبين لكم عند كلشي تزاد. حتى واحد ما غاديش تلقاو شي حد دابا العطور ديال 120 درهم صافي نهائي، واخا كانوا قلالين، وحتى دوك اللي قلال ما حيت ما مسلكاهمش باش يحطوهم 120 درهم. انا غادي نحاول ندير لكم اثمنه اللي هي مناسبه، ما كايناش 180 ما كاينش 150، ان شاء الله غادي نديروا اثمنه اللي هي زوينه. ولهذا اللي باقي ما دارش لايك تبع دابا دير لايك، اللي باقي ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه. العطور البنات اللي كيسولوا على العطور، حيت كاينين بنات جداد هنا، ما الدراري راه ديجا عارفين مزيان من العادي، كنلقاو هاد المشكله من بعد مع بعض البنات كيقول لي ماليكا علاش العطور كيتباعوا في الانستغرام. وديجا تنقولها ديما تنقولها لكم البنات، كل واحد كيبغي يبيع بالثمن اللي قالها لي راسو. العطور كلها اصليه من شركه ديال لطافه، شركه ديال ميزو الهمبرا، شركه ديال فران جرونس وورد، شركه ديال ارض الزعفران، اصدف عطور كلها اصليه، كل واحد كيبيع بالثمن اللي بغا هو. حنا راه غير هاد الزياده ديال 15 درهم و 10 درهم في البياسه اللي تزادت مؤخرا، راه كاين اللي غادي تجي قليله، ولكن ملي كضربي اختي 10 درهم و 15 درهم في 200 300 400 حبه، شوفيها بشحال كتخرج. هذه اقل كوموند كندفعها، ملي كضربيها في 300 و 400 و 500 حبه، هذه اقل كوموند، شوفيها بشحال كتخرج. يعني راه الاثمنه راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي اللي غادي نقول، هادشي اللي خلاني نحبس هاد المده هادي حتى نشوف لاش انا عند بالي الشركه ولا. المهم هادشي اللي قلت، ولكن منين شفنا ولقينا بان الديوانه عندنا هي اللي الاثمنه طلعوهم شي شويه. المهم الحمد لله ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي غادي نقول، ما عندنا ما نديرو. انا كيف ما معوداكم ديما الاثمنه غنبقى نحط لكم اثمنه جد مناسبه. 120 درهم في العطور راه ما بقاوش، هادي بعدا بين قوسين البنات راه ديجا في الاواخر كاين اللي جا المحل وكلشي. راه قلت لكم ان شاء الله غنحط فيديو غنشرح فيه كلشي. 120 درهم ما بقاوش العطور ديال 120 درهم، كاينين من 125 درهم الفوق العطور، وراه باقي برومو باقي في التخفيض، راه نورمالمون كيتباعوا ب 300 250 درهم باش تكونوا عارفين. اما حنايا راه ديك ال 10 درهم و 15 درهم اللي تزادت عليا راني ما غاديش نزيدها كلها في المنتوج، راني غادي نزيد النص ولا ربع ديالها اللي غادي نزيد باش تكونوا عارفين. مثلا العطور اللي كانوا 120 غيوليو 125، وكاينين شي وحدين غيوليو 130 درهم، وكاينين العطور اللي 150 راه باقيين 150. مثلا بدائل ديال توم فورد هادو راه 150 درهم. اش غادي نقول لكم، بداو على بركه الله بلا ما نطول المقدمه، طولت شي شويه المقدمه باش نشرحوا هذه القضيه هذه. اللي باقي ما دارش لايك اختي هبطي ديري لايك باش نعرفك راكي توحشيني، هبطي ديري لايك. واللي باقي ما اشتركش في القناه تشترك في القناه، كتسناي ان شاء الله ابتداء من هذا النهار هذا كنوعدكم غنبقى نحط لكم فيديوهات مستمره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غنبقى نحط فيديوهات مستمره. نبداو على بركه الله بالنسبه للعطور.
اللي حاليا اليوم يقبلوا كيسولوا فيهم البنات كاينه اوبلانت مسكايه راه موجوده في المحل والحمراء ديالتها ها هما راه موجودين الثمن ديالهم 125 درهم البنات هادو 125 درهم راه هما برومو باش تكونوا عارفين الاثمنه غاده وكتزاد ما نضمنش الاسبوع الجاي والاسبوع اللي من موراه واللي من موراه بشحال غادي يوليو انا ما ضامنهاش حيت الحاجه لا تزادت عليا مثلا انا دابا حاليا ما مسلكنيش بتاتا نبيعو 120 درهم ما مسلكنيش الا بعت 120 درهم غدا ولا بعدا غادي نسد المحل وغادي نمشي نجلس في الدار باش تكونوا عارفين الناس اللي كيبيعوا كيشريو في هذا الشيء راه عارفين بشحال ولا وعارفين بشحال ولاو جمله بشحال ولاو كيدخلوا وعلاش تزادوا الاثمنه المهم الله يدير تاود الخير وخلاص حاليا راه في العوض خاصني نورمالمون نحطهم 150 درهم ولكن حطاهم 125 درهم باش كيف ما انا تقبلت زياده حتى نتوما تقبلوا ها هما تخفيض تخفيض راه ماشي ديما باش تكونوا عارفين 125 درهم عندكم اوبلانت ميسك وعندكم الحمراء ديالتها اي حاجه حطيتها لكم غنحط لكم صورتها هنايا قريبه باش تبان لكم مزيان من شركه ديال لطافه العلامه ديال الشركه العلامه المائيه الكودبار اللي تنقول لكم ديما من داخلها كيفاش كتجي هذه كتجي ريحتها حلوه البنات اللي كيبغوا الريحات المسك الريحات اللي كيكونوا حلوين هذه ريحتها حلوه وريحتها زوينه الثمن ديالها حاليا 125 درهم بالنسبه للميل فيهم 100 ميل البنات كاينه هي وكاينه اوبلانت ميسك البيضاء ديالتها ها هي ها انتم البنات ها كيفاش كتجي اللوغو ديال العلامه ديال الشركه عطور كلهم غزالين هذه الناس اللي كيبغوا الريحه ديال المسك هادو ريحتهم غزاله وريحتهم نقيه نكملوا البنات اللي كيسولوا على واش واش راه كاينه والبنات اللي كيقول لي ماليكا بغينا كل عطر مع الديودورو ديالو ولا شي حاجه المهم انا الحالي اللي باقي عندي في الديودورو ديجا كنت حطيت لكم فيديو في اشكال بزاف ديال الديودورو حاليا كاين لي ديودورو اللي باقي العطور ديالهم ما بقاوش كاين العطور اللي ما بقاوش لي ديودورو هما راه او العطور كاين لي ديودورو ما بقاوش المهم الا كتكمل من جهه كتنقص من جهه بالنسبه للعطور اللي حاليا موجودين مع لي ديودورو ديالهم او معطر الجو ديالهم راه غادي نشارككم معكم كاينه بحال شكل واشواشه كتجي هي مع ديودورو ديالها لداخل وملطف الجو ها هو بالنسبه لواشواشه بوحديتها 130 درهم معطر الجو 30 درهم البنات واشواشه بوحديتها هذه الكبيره 100 ميل 130 درهم ملطف الجو او معطر الجو ب 30 درهم بالنسبه لملطف الجو فيه نقول لكم شحال فيه من ميل فيه 300 ميل والعطر فيه 100 ميل ثمن ديال العطر 130 درهم ولطيف الجو 30 درهم اي عطر شاركت معكم غنخليكم في السكرين ديالو في الجنب ندوزو لحاجه واحده اخرى بالنسبه للماهر البنات اللي كانوا كيسولوا على ماهر راه كاينه هي وكاينه ملطف الجو ديالها وكاينه ديودورو ديالها وكاينه عطر الشعر ها انتم البنات ها انتم عطر الشعر عطر ديال الجسم ملطف الجو وديودورو ديالها بالنسبه للاثمنه العطر ديال الشهر حاليا الثمن ديالو 90 درهم العطر ديالو 180 درهم بالنسبه للعطر راه كيجي بالساشيه ديالتو وعندكم ملطف الجو 30 درهم وعندك ديودورو ديال الجسم هذا راه الكبير حيت كاين الصغير 30 درهم هذا راه الكبير داير الثمن ديالو 50 درهم والصغير ديالهم كيجي على هذا الحجم هذا انا ما بقاش عندي الصغير كيجي على هذا القياس هذا معطر ديال ديودورو 50 درهم ولطيف الجو 30 درهم العطر 180 درهم عطر ديال الشعر كيف ما كتشوفوا بالنسبه للعطر فيه 100 ميل البنات العطر ديال الجسم فيه 100 ميل بلات هيا هنايا في الجنب 100 ميل من الشركه ديال لطافه اي حاجه شاركتها معكم غنخلي لكم السكرين ديالها في الجنب وبالنسبه للعطر ديال الشعر فيه 50 ميل ملطف الجو فيه 300 ميل وديودورو 250 ميل بالنسبه للاثمنه ها هما وبالنسبه للعطر ماهر كاين هذا اللي غلقته ذهبيه رجال ونساء وللرجال فقط هو اللي غلقته سوداء كيف ما كتشوفوا او كحله كتجي على هذا الشكل هذا حتى هو كيجي بالساشيه ديالته هذا ما فيش معطر ديال الجسم وما فيش ماشي ما فيش كيكونوا غير انا ما بقاش عندي حاليا اللي كاين فيه كاين ملطف الجو هو او معطر الجو هو اللي كاين الثمن ديالو حتى هو 180 درهم ملطف الجو 30 درهم البنات ندوزو لحاجه واحده اخرى صاحب اللي كان كلشي كيسول عليها ها هي راها دخلات
موجوده في المحل، الثمن ديالها 150 درهم باقا بنفس الثمن، خليتها لكم بنفس الثمن تخفيض. ولكن الاثمنه كيف ما قلت لكم راه ماشي بيديه، راكم عايشين معنا في المغرب وعارفين الاثمنه كيفاش غاده. المهم نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوها هي مفتوحه، الامبالاج ديالها كيجي على هذا الشكل. عرفتي انا راه ملي كنغبر على الفيديوهات كنولي بحال اول مره غادي ندير فيديو، كنتلف الهضره. من داخلها كيفاش كتجي بعدا، ها الامبالاج ديالها، نخليكم صورتها هنايا قريبه باش تشوفوها عن قرب. كتجي على هذا الشكل هذا، ريحتها غزاله، ما فيهاش ريحه العود مجهده، ريحتها غزاله وديال هذا البرد هذا. غنخلي لكم صورتها وغنخلي لكم البديله ديالتها، كاين واحد العطر اللي كيشبه ليها في العف بزاف. الثمن ديال هذه 150 درهم. بالنسبه للميل فيها، بالنسبه للميل البنات فيها 70 ميل، هذه للرجال فيها 70 ميل. الدراري اللي باغيين شي ريحه تكون زويونه، هذه راه من شركه ديال ارض الزعفران، العلامه ديال الشركه والسيري او الكود بار ها هو. الثمن ديالها 150 درهم. ندوزو حاليا لحاجه واحده اخرى بالنسبه للبنات، ندوزو لرمز اللطافه. هذه ديال رجال ما بقاتش عندي في المحل كيف ما كتشوفوا، رمز اللطافه من شركه ديال اللطافه، العلامه المائيه، الكود بار كيف ما كتشوفوا، سيري ها هو هنايا. الثمن ديالها 130 درهم، باقا برومو، باقا بنفس الثمن 130 درهم. اللي قدرت نحسبو لكم بنفس الثمن، راني حاولت واخا غادي نضر شي شويه ولكن ماشي مشكل حتى نشوفوا الحل ديال هذا الشيء هذا. بالنسبه للديودورو ديالها، ها هي الديودورو ديالها من شركه ديال لطافه. الديودورو ديالها هذا الحجم الكبير فيه 250 ميل، الثمن ديالو 150 درهم. ديودورو 50 درهم والعطر 130 درهم. بغيتي تاخديهم بزوج خديهم بزوج، بغيتي تاخدي غير وحده خدي غير وحده. انا غير حيت طلبتوا مني هذه القضيه هذه وقلت غادي نشاركها معكم اللي باقين. اما بالنسبه للعطور راه اي حاجه كتكون العطر ديال الشعر، غير هي ملي كيدخلوا عطر ديال الشعر ما كيدخلوش العطر ديال الجسم. المهم ملي كتدخل حاجه كتخص حاجه، السلعه ما كتبقاش عندي انا كتباع، داكشي علاش ما كنقدرش نحط لكم هكا يا باكات كلهم. البنات اللي كيسولوا على اميرات العرب ويارا، ان شاء الله راه قريبه تدخل، غتدخل في هاد اليومين هادي بالخصوص يارا، غادي تدخل في هاد اليومين وغادي نشارك معكم كلشي. بالنسبه لفخر لطافه، البنات اللي كيسولوا على فخر لطافه، راكم عارفين البرد دابا كنبغيو الريحه شي شويه تكون فيه شي شويه العود، كيشدوا لينا مزيان في هاد البرد هذا. فخر لطافه موجوده باقا تخفيض 150 درهم. بالنسبه للديودورو ديالها الحجم الكبير 50 درهم والحجم الصغير 30 درهم البنات كيف ما كتشوفوا، حتى هي كتكون ديال الشعر ولكن حاليا ما بقاتش عندي. بالنسبه للطافه العلامه المائيه من الداخل كتجي على هذا الشكل ديال الرجال، ما بقاتش عندي في المحل، من الداخل كتجي على هذا الشكل هذا. وغنخليكم حتى هي صورتها عن قرب تشوفوها. الثمن ديال العطر 150 درهم البنات. ندوزو لحاجه واحده اخرى، عندي الكونتوار عامر بالعطور، قلت غادي نشارك معكم كلشي في هذا الفيديو هذا باش هكا يجي الفيديو في متناول واي واحد غادي يلقى داكشي اللي بغى. بالنسبه للعطر ديال خالص مسك، كاين كونتيتي اللي قليله بزاف داخل قليل، حاليا راه موجود من شركه ديال لطافه، العلامه المائيه كيف ما كتشوفوا، الكودوار هنايا لتحت، نفتحوها مجموعين ونشوفوا من الداخل كي دايره. كتجي مع الديودورو ديالها حتى هي كهديه، كتشوفوها نتوما، شوفوا الامبالاج راه ما بينش مزيان. بالنسبه للثمن ديالها 130 درهم البنات، خالص مسك. ها الديودورو ديالها كتجي فيها صغيره، الثمن ديالها هي والديودورو ديالها 130 درهم. وبالنسبه للمعطر او عطر ديال الشعر راه كاين معاها، الثمن ديالو 90 درهم البنات، ها هو خالص مسك من شركه ديال لطافه، الثمن ديالو 90 درهم. الامبالاج ديالو كيجي في الداخل كيجي على هذا الشكل هذا، هانتوما البنات كيجي على هذا الشكل هذا، والثمن ديالو 90 درهم. ندوزو للديودورو ديالها، بالنسبه للديودورو كتجي على هذا الشكل هذا الكبيره، الثمن ديالها 50 درهم فيها 250 ميل. بالنسبه لملطف الجو 30 درهم البنات، ها هو ملطف الجو. بغيتي قام كلها ها هي راها موجوده، العطر مع عطر الشعر مع ديودورو مع ملطف الجو، كل حاجه والثمن ديالها. بغيتي تاخديها كلها كتاخديها كلها، بغيتي تاخدي غير حبه حبه مرحبا ما عنديش مشكل. ندوزو لحاجه واحده اخرى بالنسبه للرغبه، البنات اللي كانوا كيسولوا على رغبه، رغبه راه رجال ونساء. ريحه ديال العود، قال العطور اللي فيهم العود راه خير يديرهم الراجل وديرهم حتى المراه. بالنسبه للرغبه كتجي معاها ديودورو حتى هي لداخل ديالها،
من شركه ديال لطافه حتى هي فيها 100 ميل رغبه. ما كاينش اللي ما كيبغيهاش اغلبيه الادوار كترضيهم. لومبالاج ديالها كيجي على هذا الشكل هذا، غير نخليكم حتى هي صورتها هنايا قريبه في الجنب. هذه الجدور ديالها فيها 100 ميل. بالنسبه للجدور ديالها الا بغيتوا تاخذوها هو كاين في الحجم الكبير، الثمن ديالو 50 درهم فيه 250 ميل. بالنسبه للملطف الجو حتى هي راها كاينه 30 درهم البنات. بغيتي تاخذي لا غام كلها فيها العطر ديودورو ومعطر الجو مرحبا. العطر ديال الشعر ديالها ما بقاش عندي في المحل، ان شاء الله راه غادي نولي نحط لكم فيديوهات يوميا. وهاد الايامات هذه راه غادي تدخل ان شاء الله السلعه، غادي نشارك معكم اي حاجه دخلت غادي نشاركها معكم. فخر لطافه قلت لكم ما بقى تشوفوا الدخل كي دايره. فخر لطافه راه كاينه غير هي كاينه بكميه قليله ديال الرجال. ها هي راه عاد بانت ليا، ها هي راه كاينه ديال هذه للرجال من شركه ديال لطافه. المبالاج ديالها من الداخل دايره بحال بحال البيضه ديال البنات طبق الاصل. الثمن ديال العطر 150 درهم، وبالنسبه للجدورو 50 درهم البنات. هاد الاثمنه راه باقيين في التخفيض باش تكونوا عارفين، غدا ولا بعدو راه كلشي غادي يتزاد حيت الاثمنه راه ما نعاودش لكم. نميكو شي شويه على العود، ندوزو للعطور الفرنسيه. بالنسبه للعطور الفرنسيه توم فورد، العطور بدائل ديال العطر ديال توم فورد راه داخلين كلهم موجودين في المحل. ها هما البنات راه كلهم موجودين، غير الوقت اللي غادي ندير لكم فيديو اللي ما ساليتش فيه. ها نتوما كاينين كلهم كاينين، كاينه تالوف لي شيري حتى هي كاينه. ها نتوما البنات كنتمنى يكونوا باينين لكم، انا غادي نشارك معكم كل حاجه بوحديتها اف احسن. ها نتوما اول حاجه بعدا لوف لي شيري، ها هي راه كاينه. الثمن ديالهم 150 درهم، هادو راه باقيين برومو، هادو راه باقيين برومو. العلامه المائيه من الداخل ها كيفاش كتجي، هادو فيهم 80 ميل البنات. لوف لي شيري فيها كميه قليله، اللوغو ديال الشركه لوف لي شيري ها هي راه دخلات موجوده بكميه قليله. كملوا البنات الفيديو، سمحوا لي كنت كنقطع راه كيدخل شي حد ضروري خاصني نقطع. بالنسبه للبنات هاد النقطه هادي مهمه، يلا هضرت فيها دابا انا واحد السيده يلا دخلت عندي هضرنا فيها وعاد فكرتها. المهم البنات، البنات اللي كيدفعوا الكوموند ديالهم، حيت انا دابا يلا السيده بغات تاخذ شي حاجه ومني جيت نقلب ما لقيتش باقا عندي كاع في السلعه. ملي كنجي نقلب في السلعه اللي ديجا البنات اللي دات ديجا، حيت كاين اللي كتخلص السلعه كتقول لك حتى راس العام عاد صيفطها لي، راكم عارفين راس العام قرب. كاين اللي كتبغي السلعه ديالها حتى راس العام عاد تاخذها، كاين اللي كتبغي تعطي كادو كل وحده وشنو. كاينين البنات اللي من دابا كيدفعوا الكوموند ديالهم وكيخلصوها وكيخليوها. البنات اللي ما كيخلصوش الكوموند ديالهم ما كيبغيو يدفعوا لا عرب ولا حتى شي حاجه، راه ما كنخليش لكم السلعه باش تكونوا عارفين، باش ما نعطيكمش وجه هنا ونعطيكم وجه هنا. داكشي اللي غنقول لكم في الخاص غنقول لكم هنا نيت، هنا هنا تعرفي شنو كاين. البنات اللي كتخلص السلعه راني كنعزلها ليها، حيت الدراري ما كنلقاوش معاهم بتاتا هذا المشكل هذا. اللي كيبغي شي حاجه كيخلصها، بغى ياخذها ديك الساعه كياخذها، بغى لي نصيفطها لي كنصيفطها لي، بغى يخليها حتى راس العام كيخليها. البنات اللي كتدفع كوموند، وكاين شي وحدين راه كيدفعوا 43 حبه، كاين اللي كتجي كتبغي تخلصها كاش ما كتلقاش ديك السلعه، هي راه انا عازلها لوحده اخرى اللي اصلا ما باغاهاش، باغا غير تفلا. البنات انا كنقول لكم من هنايا اللي عندها شي كوموند راه ملي كتفوت 48 ساعه وما سولتيش فيها ما دفعتيش فيها عربون ما خلصتيهاش راني كنلغيها. ما تجيش من بعد 3 ايام 4 ايام وتقولي لي حقا راني هضرت معاك ديك النهاريه. لا اختي ما بغيتي السلعه ديالك ضربت 48 ساعه خلصتيها مرحبا، ما خلصتيهاش كنلغيها. من غير الا كانت شي حاجه الله يسر كتكون شي حاجه في العائله كيكون الله اعلم، بعد مرات كيوقعوا لنا شي ظروف اللي كنقدروا ديك الساعه راه الرقم ديالي عندك دخلي عندي تواصلي معايا في الخاص قولي لي مليكه ها شنو وقع لي ها شنو وقع لي ها شنو وقع لي السلعه راني بغيتها. اما باش تجمعي واحد الكونتيتي ديال السلعه ونخليها لك انايا يعني ابار داك الوقت اللي غادي نضيع معاك باش نجمعها كل شي حاجه ما عنديش مشكل، حيت الواحد اللي كيخدم بواحد الحاجه اللي كيبغيها من قلبه راه بالعكس ما عنديش مشكل. المشكل هو ملي كيجي الكليان كيبغي يخلص السلعه وكيبغي ياخذها كاش ما كيلقاهاش، وانا ديجا جمعها وحده اللي كتكون باغا تفلا. اللي بغات شي حاجه 48 ساعه تخلصات راها محجوزه، ما تخلصاتش راني غادي نبيعها. هذه كونوا يعني كونوا فاهمين، قلتها لكم هنا في الفيديو بلا ما نقولها لكم في الخاص. يلا نبدا على بركه الله، نبداو على بركه الله نكملوا الفيديو. بالنسبه لشيخ الشيوخ هي راها موجوده 100 ميل، الثمن ديالها 130 درهم.
ما عرفتش قبيله واش كملتها معكم شاركتها معكم ولا لا. حيت جات عندي السيده صافي بقينا كنهضروا شيخ شيوخ هانتوما ها هي فيها 100 ميل وغنخلي لكم هنايا الاشكال اللي حاليا موجودين في المحل. وبالنسبه للديودورو كيجي على هذا الشكل او ماشي ديودورو ملطف الجو كيجي على هذا الشكل هذا ديالتها الثمن ديالها حتى هي 30 درهم. ندوزوا لحاجه واحده اخرى البنات اللي كيسولوا على العطور ديال غوتشي البدائل ديال غوتشي ما راه موجودين كاينه الحمراء وكاينه الغوز ديالها او بلوم ها نتوما كيف ما كتشوفوا كاينه فلورال بلوم وكاينه هاد الحمراء هادي. بالنسبه لهادي انا نخليكم بديله ديالتها هنايا الثمن ديالها 125 درهم 40 من شركه ديال ميزو الهمبرا ها الشكل ديالها 125 درهم باقا في التخفيض باقا في التخفيض. العطور راه ما غاديش يبقاو ب 125 درهم حيت كلشي تزاد ماشي انايا اللي زدت ولكن انا اللي بقيت كنبيع بثمن ما مسلكتيش. فلورال بلوم ها هي راها موجوده حتى هي من شركه ديال ميزو الهمبرا غنخليكم هنايا صورتها هنايا في الجنب والثمن ديالها حتى هي حاليا مؤقتا 125 درهم. ندوزو لحاجه واحده اخرى بالنسبه لامبريسيون تروا هادي بوغفام ها هي راها موجوده والثمن ديالها 130 درهم من شركه ديال ميزو الهمبرا. يلاه دخلت هادي ها العلامه المائيه والكود بار لتحت هذه يلاه دخلت. البنات اللي كانوا كيسولوا عليها هي راها موجوده غير خليكم بديله ديالتها هنايا هذه راه حاليا تخفيض 130 درهم اللي بغاتها مرحبا 100000 مرحبا. الميل فيهم 100 ميل البنات مونطال ميسك او مودرن ميسك البديله ديال مونطال ميسك هي راها متوفره في المحل والثمن ديالها 130 درهم باقا بنفس الثمن وباقا في التخفيض. هاي العلامه المائيه والثمن ديالها 130 درهم وفيها 100 ميل حتى هي غنخلي لكم البديله ديالتها في الجنب اللي بغاتها تواصل معايا مرحبا و 100000 مرحبا. ها العطر كيفاش كيجي ريحتها غزاله الثمن ديالها 130 درهم. بالنسبه للثبات البنات كيسولوني على الثبات الثبات ديالهم غزال بزاف. والبنات اللي كيتواصلوا معايا تقولي ملكه شاركي عزلي لينا بحال كتختاري الراس البنات ما نقدرش نختار لشي وحده حيت العطور اذواق كل وحده والذوق ديالها العطور اذواق ما نقدرش نختار. كاين اللي كتبغي القاسح كاين اللي كتبغي الخفيف كاين اللي كتبغي العود كاين اللي ما كتحملش العود كل وحده وشنو كتبغي. بالنسبه للعطور ديال توم فورد انا غادي نشارك معكم العطور كاينين 6 ديال الانواع وغدي ان شاء الله غادي تدخل فابيلو انطونس اما غدا اما اليوم في العشيه غادي تدخل العطر ديال فابيلو انطونس. الدراري اللي كانوا كيسولوا على فابيلو انطونس غادي تدخل ان شاء الله وحتى هي 150 درهم باش تكونوا عارفين. لوفلي شيري ها هي راها موجوده حاليا بكميه قليله والثمن ديالها 150 درهم من شركه ديال ميزو الهمبرا العلامه المائيه الكودوار. هذه فيها الريحه ديال حب الملوك نيشان ها الامبالاج ديالها ها هي وغنخليكم البديله ديالتها باش تشوفوها عن قرب. ها هي الثمن ديالها 150 درهم. ندوزو لحاجه واحده اخرى بالنسبه روز بيتال ها هي راه متوفره حتى هي في المحل من شركه ديال ميزو الهمبرا. هذو البدائل ديال توم فورد راه هما اللي الجنسين رجال ونساء كيف ما كتشوفوا. ها هي هذه في اللون باش يلا كترشوها كتجيكم شي شويه قاصحه ملي كتبرد فيها الريحه ديال الورد الريحه ديال الورد ريحتها زوينه ديال هاد الوقيته ديال الشتاء. بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش الريحات قاصحين الدراري ما كيبغوش الريحات قاصحين بزاف كاينه بورتو نيرولي هي راه متوفره في المحل حتى هي 150 درهم من شركه ديال ميزو الهمبرا. هادو البدائل ديال توم فورد هادو ديما كنجيبهم حيت عليهم واحد الاقبال لي زوين بزاف ها نتوما ها كيفاش دايره من الداخل. وهادو ديال توم فورد فيهم 80 ميل هادو ديال توم فورد فيهم 80 ميل و 150 درهم. بالنسبه لتوسكانو ها هي راه متوفره في المحل حتى هي راه كانت مبقاش وهي راه دخلت والثمن ديالها حتى هي 150 درهم من شركه ديال ميزو الهمبرا العلامه المائيه كيف ما كتشوفوا. ومن الداخل هذه توسكانو ريحه ديال الجلد ريحتها غزاله قاصحه شي شويه ولكن ملي كتبرد ريحتها خطيره بالنسبه للدراري. الثمن ديالها حتى هي 150 درهم. وكاينه توباغوتوش كيف ما كتشوفوا لومبالاج ديالها دايره بحال في لومبالاج او في اللون ديالها بحالها بحال توسكانو ها نتوما من داخلها كيفاش كتجي. هذه فيها بحال ريحه ديال طابه ولكن راه ريحتها غزاله بالخصوص ملي كتبرد ريحتها زوينه وديال البرد ديال هاد الشتا هذه اللي كاينه حاليا والثمن ديالها حتى هي 150 درهم.
وفابيلو انتونس غدا ان شاء الله غادي تكون موجوده بنفس الثمن ويقدروا يدخلوا معها شكلات واحد اخر. المهم فابيلو انتونس عارفه غدا ان شاء الله غادي تكون. بالنسبه للبدائل ديال اكوا دي جيو كاينه الزرقاء وكاينه الكحله بزوج بهم في المحل والثمن ديالهم 125 درهم. العلامه ديال الشركه العلامه المائيه الكود بار حاليا راهما برومو وكاينين موجودين حاليا في المحل. اللي بغاهم مرحبا و100 الف مرحبا فيهم. 100 ميل حتى هما. هذه البديله ديال اكوا دي جيو الكحله او النوار وهذه البلو هانتوما. اللي بغاهم مرحبا 100 الف مرحبا راهما حاليا متوفرين في المحل. اللي بغاهم مرحبا. ندوزو الحاجه واحده اخرى. بالنسبه للبدائل ديال اولمبيا او اوليفيا ها هما راه كاينين كيف ما كتشوفوا. ها نتوما كاين هذا الشكل هذا وكاين هذا الشكل هذا بزوج بهم من شركه ديال فرانك رونسورد. العلامه ديال الشركه العلامه المائيه والكود بار لتحت كيف ما كتشوفوا. والثمن ديالهم 125 درهم. اللي بغاهم مرحبا 100 الف مرحبا. هادو لي البنات كل وحده غنخليكم هذه غنخليكم بديله ديالتها هنايا وهذه غنخليكم بديله ديالتها هنايا. اللي بغاتهم مرحبا 100 الف مرحبا. والثمن ديالهم 125 درهم. بالنسبه ليور تاتش او يور توش هي هذه ديال النساء راها موجوده في المحل والثمن ديالها 125 درهم. العلامه ديال الشركه العلامه المائيه كود بار اللي تقول لكم ديما 125 درهم راها متوفره في المحل حتى هي غنخليكم السكرين ديالها. بالنسبه لجاردان دو باري البديله ديال جادور ديور كلشي كيسول عليها هي راها دخلت المحل والثمن ديالها 130 درهم من شركه ديال ميزو لامبرا. العلامه المائيه ها هي كيف ما كتشوفوا الكود بار. بالنسبه للمبالاج ديالها من داخلها كيفاش كتجي والثمن ديالها 130 درهم. هانتوما هاهي ها لومبالاج ديالها. الثمن ديالها 130 درهم فيها 100 ميل. اللي بغاها مرحبا و100 الف مرحبا. شحال من وحده كانت سولات عليها هذه ما كانتش بقات عندي في المحل يلاه دخلت هي راه حاليا راها متوفره. بالنسبه لدار الحي كلشي كان كيسول على دار الحي هي راها متوفره في المحل موجوده من شركه ديال ارض الزعفاره. العلامه ديال الشركه من الداخلها كيفاش كتجي وبالنسبه للميل فيها 100 ميل وبالنسبه للثمن ديالها 130 درهم. ها هي ها هي دار الحي مكيله 180 150 130 درهم. اللي بغاتها تواصل معايا مرحبا 100 الف مرحبا. ندوزو لحاجه واحده اخرى. بالنسبه لناريسا اللي هي بديله ديال نارسيسو رودريغيز ها هي راه موجوده الغوج البودري باقي ما دخلاش ان شاء الله غير غادي تدخل غتلقاوني شاكسه معكم في الفيديو او في القناه. شركة ديال ميزو الهمبرا العلامة المائية والثمن ديالها 130 درهم. البنات ناريسا الثمن ديالها 130 درهم. ها هي كيف ما كتشوفوا الثمن ديالها فيها حتى هي 100 ميل والثمن 130 درهم. بالنسبة لشفق كلشي كان كيسول عليها كما كانت بقات عندي وحاليا راها دخلت من شركة ديال أرض الزعفران. ريحتها غزالة ريحتها واعرة منعشة هادي ريحتها زوينة بزاف من شركه ديال ارض الزعفاره. العلامه ديال الشركه السيري ديال الشركه تحت. الثمن ديالها 140 درهم. البنات شفق الثمن ديالها 140 درهم ولكن راها خطيره شفق هاي هارون باجوز ديالها وغنخلي لكم هنايا في الصوره قريبه. ريحتها غزاله بزاف والثمن ديالها 140 درهم حاليا راها متوفره في المحل. بالنسبه لوف سترينغ هاي راها موجوده حاليا في المحل فيها حتى هي 100 ميل. الى لقيت البديله ديالها غنخليكم البديله ديالها. البنات اللي ما كيبغوش ريحه قاصحين بزاف شي حاجه خفيفه ما بينو بين ننصحكم بهذه ريحتها غزاله بزاف من شركه ديال ميزون همبرا ما كانتش بقات في المحل حاليا راها دخلتها. العلامه المائيه الكود بار لتحت والثمن ديالها 130 درهم. اللي بغات شي حاجه زوينه ما قاصحاش بزاف ننصحكم بهذه راها زوينه والثمن ديالها 130 درهم. ريحتها غزاله هذه ريحتها غزاله. هذه راه ديالتي هذه البنات راه ديجا كنت شاركت معكم قلت لكم راه وحده ديالتي غنخليها تيستور واللي بغات تجي تشمها تجي تشمها مرحبا بها. الثمن ديالها 130 درهم ما قاصحاش ريحتها شويه خفيفه وزوينه. بالنسبه لديليلا ها هي راها موجوده في المحل ها هي راها دخلات من شركه ديال ميزون همبرا كلشي كان كيسول عليها. العلامه المائيه والكود بار والثمن ديال ديليلا 130 درهم. البنات من داخلها كيفاش كتجي ها نتوما البنات ها هي ديليلا 130 درهم ريحتها غزاله حتى هي واعره ريحتها
هذه البنات راه باقا برومو اثمنه ديال هذا الشيء اللي كنقول لكم راه هما في التخفيض. بالنسبه للبراون العطور ديال براون كاين اللون الاحمر البيضاء والبنفسجيه او الموف اللي بغاتهم مرحبا و100 الف مرحبا. هما بثلاثه بهم متوفرين في المحل من الشركه ديال فرانك رومس وورد. البنات اللي كيبغوا ريحه ثابتين 100% وكيبغوا ريحه حلوين شي شويه هادو عطور اللي هما غزالين فيهم 100 ملل في لومبالاج. بالخصوص العروسه هاد البيضه هادي غزاله الثمن ديالها 150 درهم البنات ولكن راه شي حاجه اللي هي زوينه بزاف كتجي مع الجدورو ديالها. هانتوما هاد الجدورو ديالها وها العطر كيجي على هذا الشكل هذا. واي الا لقيت الصور ديالهم هكا قرابين غادي نخلي لكم الصور ديالهم باش تشوفوا مع القرب. كاين في اللون الابيض كاينه في اللون الاحمر ديالها مع الجدورو ديالها بطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا. شوفوا المبالاج ديالها كيفاش كتجي وهاد الجدورو ديالها هذه كترميوها هكا في الصاك. بالنسبه للون البنفسجي كتجي على هذا الشكل هذا. شركه ديال فرانك رومس وهضره شركه اماراتيه حتى هي وكيحطوا لكم عطور غزالين. شوفوا ها لومبالاج ديالها كتجي بحال شكل بحال الدان من برا وهاد الجدورو ديالها والثمن ديالهم 150 درهم. راهما متوفرين بثلاثه ديال الالوان. البنات والدراري كيسولوا على البني ديالها باقي ما دخلاتش ان شاء الله غير غادي تدخل غادي نشاركها معكم. والثمن ديالهم 150 درهم. دوزوا الحاجه واحده اخرى باش ما يجيناش الفيديو طويل حتى الفيديو تقريبا راه فيه تقريبا شي 80 شكل ديال العطور. دوزوا الحاجه واحده اخرى. بالنسبه للعطر ديال الكرام ها هو راه موجود في المحل او الكرام ها هو راه موجود في المحل من شركه ديال ارض الزعفره العلامه المائيه كيف ما كتشوفوا السيري ديال الشركه ها هو لتحت حتى الارض زعفران قليل فيه كتحط لكم الكود بار. الاغلبيه كتحط لكم غير السيري ديال الشركه ملي كضربوها في السكه الاغلبيه كتعطيكم فيرلاندا كيف ما كتشوفوا. ها نتوما كيجي على هذا الشكل. الناس اللي كيحماقوا على العطور اللي من ضمن المكونات ديالها الزعفران هذا من ضمن المكونات ديالو الزعفران او لاباز ديالو الزعفران ريحتها غزاله. نصيحه من عندي ما ترشوهاش على شي حاجه في البيض يعني اي حاجه في البيض ما ترشوهاش. الا كنتو لابسين البيض رشونيش على اللحم ديالكم ما ترشوش في الملابس اللي كتكون اللون ديالها ابيض بزاف حيت كيخلي شي شويه اللون ولكن راه واحد الريحه واحد ثابت ما نعاودش لكم. ريحته غزاله ريحته غزاله غزاله. انا دابا حليت البواطه ريحتها غزاله. وبالنسبه للثمن ديالو 130 درهم. الثمن ديالو 130 درهم راه متوفر في المحل اللي بغاه مرحبا و100 الف مرحبا. ندوزو لحاجه واحده اخرى عطر ديال الشعر ديال مزاجي. العطر ديال مزاجي ديال الجسم ما بقاش غير متوفر حاليا في المحل ان شاء الله غير غادي تدخل سلعه غادي نشاركها معكم. بالنسبه للعطر ديال الشعر ديال مزاجي ها هو راه موجود في المحل الثمن ديالو 90 درهم. ندوزو لحاجه واحده اخرى. البنات اللي كيحماقوا الدراري اللي كيحماقوا على عطر ديال توم فورد بلاك اوريغامي او توم فورد اوركيد ها هما راه كاين او بلاك اوركيد ها هما راه هي راه البديله ديالها راه متوفره في المحل 24 ساعه من شركه ديال ارض الزعفران. ريحتها غزاله وطبق الاصل ريحتها شويه قاصحه راكم عارفين البديله ديالها حتى هي ريحتها قاصحه حتى هذه راه ريحتها شويه قاصحه فيها واحد داخل فيها شويه ديال العود ولكن راه واحد الثبات ريحتها غزاله. والثمن ديالها 130 درهم. رشيها هذه رجال ونساء المراه ديرها والراجل حتى هو يديرها. الثمن ديالها 130 درهم كتجي مع الجدورو ديالها كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. نخلي لكم صور تقريبه باش يبان لكم مزيان. ندوزو لحاجه واحده اخرى. بالنسبه لبديل العود للرجال راها كاينه في المحل بكميه قليله اللي بغاها مرحبا و100 الف مرحبا من الشركه ديال لطافه العلامه المائيه العلامه الشركه. الثمن ديالها 180 درهم الدراري. هذه السوداء 180 درهم. وبالنسبه لعطر الشعر ديالها حتى هي راها متوفره بديل العود والثمن ديالها 90 درهم من شركه ديال لطافه العلامه المائيه. الكود بار كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للنساء كاينه حتى هي باللون البنفسجي والثمن ديالها 180 درهم العلامه ديال الشركه العلامه المائيه. الكود بار كيف ما كتشوفوا لتحت لومبالاج ديالها كتجي غزاله كتجيب البطاقه ديالتها هذه كيف ما كتشوفوا. ها نتوما البنات هذه ككادو كتجي غزاله كتجيب البطاقه ديالتها ديال لطافه والثمن ديالها 180 درهم من الشركه ديال لطافه كتجي على هذا الشكل هذا. ها نتوما ها لومبالاج ديالها
180 درهم، شاكة ديال لاطافال ومبلاش ديال غزال بزاف. كنتمنى هكا يكون الفيديو جاكم خفيف ظريف، وسمحوا لي الا قلت شي حاجه ما عجباتكمش بالنسبه على قبل الكوموند ديال 48 ساعه. راكم عارفين المعقول، راه ما كيتقلق منه حتى شي واحد. يلا اللي باقي ما درش لايك تهبط دير لايك، اللي باقي ما شاركت في القناه تشترك في القناه، وتسناو ان شاء الله فيديو غدا غادي ينزل مع العطور ديال لاطافه براي. ديك المره كنت وعدتكم، ولكن بعض المرات كيكون الوقت وكيكون الضغط وفي العشيه كيكون المحل شويه عامر. هاد الوقيته راني صورت لكم المحل، صورت لكم فيديو اللي هي في الوقيته ديال الغدا. عارفه هاد الوقيته ديما كيجي فيها حتى شي واحد، داكشي علاش صورت لكم فيديو في هاد الوقيته ديال الغدا. كنقول لكم بسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سمحوا لي الا غبرت عليكم، راني باقا عيانه شي شويه، واش غادي نقول لكم. بسلامة حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.